وصباح الخير مع المشاركة الصباحية الثانية في صباح المدارس مع الطالبة نوار بنت سالم بن محمد الشمالية. نوار من مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري وهي في الصف الثالث. السلام عليكم نوار. صباح الأنوار أم راشد، كيف حالك؟ طيبة؟ خير. وكيف النشاط؟ خير. نشيطة دائما نوار؟ نعم. اسمك جميل، يعني أنت دائما منورة. نعم. يا مرحبا بنوار، كيف الدراسة؟ خير. ايش اكثر مادة تحبيها في المدرسة؟ انت كيف حالك؟ انا طيب الحمد لله بخير وعافية. نوار؟ ايش اكثر مادة تحبيها في المدرسة؟ وشاطرة فيها؟ العلوم والفنون والرياضة والموسيقى. ما شاء الله، كل المواد يعني. زين ايش بتشاركينا؟ ايش بتقولي لنا؟ ايش محضرة؟ قصيدة ولا قصة؟ زين يلا سمعينا القصيدة. نعم حضرة قصيدة. يلا سمعينا القصيدة. يا سيدي قابوس تفخر بكتاب، يا كاس بطولات عز ومهابة، بقلوب شعبك لك معزة ومقدار، خيرك ظفانا مثل جود السحابة، نورت جو عمان يا حي الانوار، في شوفتك طيب وقار ورحابه، صوت الثريا فوق يا نسل النحران، المجد سجل سيرتك في كتابه، اللي يقصدك ما رد من دونك وثار، يشهد لفعلك كل دول اولاده، راعي الوفا والجود به عز واصرار، ان قال قول بيشهد الله وفاده، انت المعزه وانت من ناس اخيار، فعلك وطيبك كل راوي روابه، فعلت شيء يز من مول ما صار، رفعت مجدك والزمان اعتلابه، يا سيدي يا سيدي في وصفك تحيل الافكار، واسمك فخر يا بخت من وسماده، عزمك قوي وناموس في كل مشوار، درب المسيطة مول ما حد مشابه، يا كاسب الطولات يا فخر هالدار، انت لها قابوس عز ومهابة. ما شاء الله، تسلمين على هذا القصيدة الجميلة يا نوار. نوار عليكم امتحان اليوم؟ ايه. امتحان اي مادة؟ الرياضيات. وانت مستعدة؟ مذاكرة زين؟ ايه. ان شاء الله الامتحان يكون سهل ان شاء الله. وايش بتقولي لنا بعد غير؟ ايش مشارك؟ ايش بتشاركينا؟ ايش مواهبك الثانية؟ عندي قصيدة ثانية عن يوم المعلم. زين بتقولي لنا قصيدتك عن يوم المعلم، لكن انت قلتي لنا انك انت متميزة في الفنون. ايش تحبي ترسمي؟ ايش تحبي ترسمي؟ أحب أرسم الطبيعة. ترسمي الطبيعة اللي في عبري؟ إيه. حلوة الطبيعة في عبري؟ إيه. إيش موجود في عبري؟ فيها أشجار، فيها محلات، فيها حدائق. وبعد؟ وبحار. لا 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 لا. وأنهار. لا 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 لا. نوار ما شي بحر في عبري؟ شيء. ما شيء. وين البحر اللي في عبري؟ وينه؟ وين البحر اللي في عبري؟ ما شيء بحر في عبري. ايوه ما شيء بحر في عبري. وما شيء نهار، شيء وديان. شيء وديان. قريبكم شيء وادي؟ ايه. في ماي؟ ايه. هل هو اللي رسمتي انت؟ ايه؟ انت رسمتي ذاك الوادي. انزين يلا قولي لنا القصيدة الثانية. نعم. قولي القصيدة الثانية. معلمتي لك مني التحية، معطرة منمقة ندية، وأبعث دائما أحلى سلامي، وأشواقي لطلعتك البهية، إليك الحب والتقدير دوما، يحفك في صباحك والعشية، معلمتي يحق بأن تباها، فمهنتها الشريفة لا تضاهى،
معلمتي وكم يكفيك فخرا وتبين الناس فضلك قد تناها فأنت لنا كنور الشمس حقا بعلمك كنت للدنيا سناها وكنت كأمنا عطفا وحبا حنانك صاب عذبا سلسبيلا لقد أتعبت نفسك كي ترينا بعز ما ارتضيت لنا بديلا تعلمني القراءة والكتابة تعلمني النباهة والنجابة تعلمني أمور الدين حتى أسير وأقتفي نهج الصحابة وتغرس حب دين الله فينا تجود بعلمها مثل السحابة لك التكريم يا قمر المعالي ففيك تجمعت دين الخصالي فعذرا ربة الأجيال عذرا بحقك لن يفي أبدا مقالي فأشكر ما حييت معلماتي لأن لهن فضل الوالدات أنا ما نلت هذا المجد إلا بفضل معلمات محسناتي. ما شاء الله ما شاء الله متميزة يا نوار، قصيدة جميلة. أنت شاركتي بهذه القصيدة في يوم المعلم؟ إيه. وجبتي هدية حال معلماتك؟ ما جبتي لهم هدايا؟ ما جبتي لهم هدية؟ نعم. طيب يا نوار وإيش بتقولي لنا بعد غير؟ أنت تحبي الرياضة؟ ليش؟ إيش تلعبي كورة؟ لا. إيش تلعبي؟ نسوي فيها نشاطات. نسوي سباق قفز الأرنب، سباق قفز الضفدع، ونسوي الدحرجة الأمامية والدحرجة الخلفية. لحظة لحظة لحظة، تعالي تعالي، كيف يعني سباق الأرنب؟ سباق القفز. وكيف وتفوزي عليهم كلهم تطلعي الأولى أنت؟ لا. من يطلع الأول؟ حد، مرات الأولى ومرات الثانية والثالثة. وصديقاتك في الصف يطلعن الأول؟ حد يطلع الأول؟ مرات. إنزين وقفز الضفدع كيف؟ قفز الضفدع نقفز كما الضفدع. وإيش قلتي بعد غير؟ قلتي بال قفز الأرانب والضفادع وإيش بعد؟ والدحرجة الأمامية والدحرجة الخلفية. كيف ذي الدحرجة الأمامية بعد؟ الدحرج على قدام والدحرج على وراء. ما شاء الله يا نوار. انزين انت قلتي لنا عن القصايد وقلتي الرياضة وخبرتي لنا عن الشعر، وإيش بتقولي بعد غير؟ ما شيء. خلاص ما عندك قصة؟ ها؟ ما عندك قصة؟ قصة حافظة قصة بتقولي لنا؟ ما عندي قصة. زين انت لما تجي مسقط تروحي البحر زين؟ زين. عشان تشوفي البحر. زين. ولما تكبري ايش تريد تكوني ان شاء الله؟ دكتورة. دكتورة. الله يوفقك. تخصص اطفال. الله يوفقك يا نوار، كل التوفيق لك ان شاء الله. شدي حيلك في الامتحان بعد شوية زين؟ زين. وطلعي الاولى. زين. بتقولي شكرا حال من؟ في الختام أوجه شكري إلى أهل الكرام وإدارة مدرستي ومعلماتي ولكم مقدمين البرنامج، وشكر خاص لخالص وحي. نحن نشكرهم كلهم اللي شكرتيهم. إلى اللقاء نوار، مع السلامة. مع السلامة. شكرا لهذا الألق الجميل وهذه البراءة الطيبة من الطالبة نوار بنت سالم بن محمد شمالية، نوار من مدرسة المسرات للتعليم الأساسي بولاية عبري. في المستقبل أمنيتها أن تكون دكتورة أطفال. أهم شيء أن اقتنعت نوار أن ما في بحر في عبري. صباح الخير لكل هذا الألق الجميل. عبد الناصر محمد، صح لسان شعرتنا، الله يحفظها يا رب. عامر راسبي، ما شاء الله على الطالبة نوار. أخي راشد، جلسة نوار تضرب أخماس في أسداس بخصوص أنه موجود بحر في عبري، الله يخليها ويحفظها من كل مكروه. أبو جميل المسلمي، تبارك الرحمن بنت عبري، الدكتورة مروة البوسعيدية، ما شاء الله عليها، الله يرزقها فرحة ما تنتهي، اللهم آمين يا رب. من شمس العامرات ريتال إلى وردة عبري نوار، أمتعونا في أجمل يوم الخميس، من علي بن سيف الجبل. الحاتمي، صباح الخير، ما شاء الله على نوار شاعرة صح الله لسانها. المها، ما شاء الله
عليها دوار تبارك الرحمن، موهبة رائعة في إلقاء الشعر، أحلى عصفور الخميس الونيس يا دكتورة المستقبل تذكار بنت عبد الله، ما شاء الله على نوار الدكتورة وريتال المهندس، الله يحفظهم ويحفظ براءتهم، اللهم آمين يا رب. سامية البحرية بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليها نوار، صوت جميل الله يحفظها يا رب. صباحاتكم جميعا أيها الأحبة خير وأهلا ومرحبا بكم. أبو حياة العماني، ممكن ترسلونا مقطع معاد لي ريتال اللي كانت معكم صباحا في صباح المدارس؟ أخي العزيز بإمكانك أنك تبحث في اليوتيوب على الساعة 1 الظهر 2 تقريبا، تكتب صباح المدارس صباح الشباب تاريخ اليوم 27/4، وإن شاء الله تستمع إلى الحلقة وتستمع إلى مشاركة مختلف المحطات في صباح الشباب. سعيدين جدا بطيب تواصلكم ومتابعتكم الصباحية أيها الأحبة في صباح الشباب في لقائنا الصباحي الذي يتواصل معكم حتى تمام العاشرة. في الزين يا زينة العسل.